فضيلة الشيخ، هل يجوز الذهاب لراقي يستعين بالجن في علاج الناس حتى لو كان يقرأ القرآن الكريم؟ أسأل الله العافية. هذا كاهن، الذي يتعلق بالجن والشياطين هذا كاهن. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي يتعلق بالجن ويستعين بهم هذا مشرك، مشرك بالله عز وجل. وإن كان يقرأ القرآن لا ينفعه ذلك مع الشرك. لو صلى وصام وحج واعتمر وهو يشرك بطل عمله كله، ومن ذلك تلاوته للقرآن. نعم.